تعريف، هي نفس طريقة تغيير الاي بي للبرينتر دي اللي موجودة عندي، فهشغلها اللي موجودة. هيقرب من الشاشة اللي موجودة عندنا، ادي الزراير اللي انا بتحكم فيها. الزراير دي بتختلف من مكان لمكان. بس بصوا هنا حاجة تانية كمان، بص البرينتر دي حط عليها الاي بي بتاعها، وده منظر جميل جدا بنفتقده في اماكن كتيره بنزورها. لما يكون عندك نتورك برينتر انزل عليها الاي بي بتاعها، عشان لو في تكنيكال جاي جديد يقدر يعرف الاي بي بتاعها، لو في موظف عنده شويه خبره وعايز يطبع عليها يقدر يعرف الاي بي بتاعها، ما يقدرش ان هو يتخيلها. فاذا انا عندي البرينتر دي عايز اركب لها الاي بي ده، او لو عندي الاي بي ده وعايز اغيره اعمل ازاي؟ كلها نفس الخطوات. هنبص هنا هو اتعمل ايه، بيحرك الاسهم اللي موجوده عندي تمام زي ما احنا شايفينه بالمنظر ده. وبعد كده اهوت، مش عارف الصوره تطلع حلوه ولا لا، تمام، هيبدا ان هو يمشي من هنا. من هنا لو دخلت على انفورميشن دي تمام، ممكن تطلع لك بيانات البرينتر ومواصفاتها بما فيهم الاي بي اللي متعرف فيها. يبقى السؤال ده هوت ايه، رحت على شغل جديد حضرتك تمام، ولقيت نتورك برينتر ومش عارف الاي بي بتاعها كام اللي متسجل جواها، يعني هي اصلا شغاله ولا شغالين عليها بس مش عارف الاي بي بتاعها اللي شغال كام. لو دخلت على الانفورميشن اللي موجود عندي هنا اهوت تمام، ولعبت فيها، مش هقدر اقول لك خطوات ثابته ان البرينترز مختلفه وكده، هو هتقدر تطلع منها الاي بي. فالراجل بالسهم كده قاعد ينزل لحد ما هو جاء عند مين، عند برينتنج اللي موجوده عندي، وقاعد ينزل وهيروح بعد كده عند مين؟ عند اي او. اي او اللي هي مين؟ اللي هي الانبوت اوتبوت اللي موجوده عندنا. بعد ما عمل كده هو دخل هنا على مين؟ لقى عنده اي او تايم اوت، عنده البارلل انبوت اللي موجوده عندي، وعنده هنا اي اي او 2، وهيلاقي فيه طبعا اي اي او 1 تمام؟ انا لو دخلت هنا يبقى انت هنا بتظبط البارل، انا مش محتاج ان اظبط بارل في برينتر زي دي، هي عظيمه وفيها نتورك كده. فهنا هنلاحظ ان البرينتر دي فيها اثنين نتورك كارد تمام، فعشان كده ايثرنت اي او 2 فيها اثنين. فانا هشوف انا موصلها على فين واظبط، مثلا يعني انا مركب الكابل فين، في ايثرنت 2 مكتوب عليها من ورا، اوصل الكابل واشغلها بالمنظر ده. نزل هنا عليها، دخل جواها، يلا دوس، دخل جواها، طلعت له رساله نتورك ومكتوبه نو، يعني هي باي ديفولت معمول لها مين، ديسيبل. فاذا هو هنا هيحرك الاسهم عشان يخليها يس. جميل، وداس على انتر عشان يخش على مواصفاتها. ظهر له هنا في حاجه اسمها نتورك بروتوكول تمام، مش عايز اتعرض لها، بس احنا البروتوكول اللي بنستعمله حاليا في نتورك تي سي بي اي بي. فهو هنا بيقول له تحب اشغل لك البروتوكول اسمه اي بي اس اكس اس بي اكس تمام، يقول له لا لا سيبك منه تمام، عايز البروتوكول اسمه دي ال سي ال ال سي، لا لا سيبك منه، عايز البروتوكول تي سي بي اي بي تمام، عايزه عشان هو ده اللي احنا هنحط فيه الاي بي. انا اسف ان انا بشرح حاجه ما فيهاش اي بي، بس الموضوع ده هو يعني لو سمعتوه بعد ما اشرحه الاي بي، انا عايز اوريكم الموضوع سهل قوي تمام وبسيط جدا، يعني افهم الفكره العامه، بعد كده هفهمك انواع البروتوكولات دي ان شاء الله كلها تمام، وايه الفرق ما بينهم وبين بعض اللي موجودين. ولكن انا افهم الفكره العامه ان انا عايز احط الرقم ده جوه البرنتر ومعاه رقم تاني بنسميه سبنت ماسك. هنلاحظ هنا ان هو هيبدا ان هو يدخل ايه الارقام بتاعته اللي موجوده عندنا. دخل هنا هو على تي سي بي اي بي، المفروض يقول له يس، عمل له يس. الاوبشن ما تعرفوش تسيبوه زي ما هو. بعد كده الاي بي بدا يدخل الرقم اللي فوق 192، وبعد كده هيدخل 168 تمام، هو طبعا الرقم مش عايز يغيره فخلاه 192. الاوكتا الثانيه اللي موجوده عندي 168،
التالتة واحد والأخيرة 26 من خلال الأزرار. من هنا يقدر يغير الاي بي أو يعدل الاي بي اللي هو عايزه ويدوس على مين؟ على أوكي هنا. بعد كده هيحط الرقم 255 255 55 0، ده اللي احنا بنسميه السبليت ماسك. تمام، افهم الفكرة العامة. تمام، وإن شاء الله الحاجات دي كلها تفهمها معايا بإذن واحد أحد. كده ظبطنا الاي بي بتاع البرينتر بتاعتنا. يبقى انا من خلال الشرح البسيط اللي انا عملته هنا اهو، ان انت من خلال الشاشه الجميله اللي موجوده عندك دي، اول حاجه لو البرينتر كانت شغاله، لو دخلت على انفورميشن من هنا تقدر تعمل لها برينت، هتطلع لك الاي بي بتاع البرينتر، او تقعد تلعب هنا اهو تشوف الفيو لحد ما تطلع الاي بي بتاع البرينتر عشان تقدر تطبع عليها. لو البرينتر دي جديده، كل اللي انت عايز تظبطه فيها الاي بي وحاجه اسمها السبنت ماسك اللي موجوده عندي. يبقى انا كده ظبطت البرينتر دي، اديتها رقم 192.168.1 دوت مثلا 30، طيب دوت 20. انا عايز الراجل ده يطبع البرينتر دي بس كده، كان دوت كله مش علينا في الاي بلس. تمام، الجزئيه الاخيره بتاعت نتورك برينتر بس، الحاجات دي مش هتلاقوها مكتوبه في حته. تمام، هعمل ايه؟ هروح على ستارت واختار من هنا printers and faxes واقول له add printer. اهلا وسهلا بيك، مش عارف ايه، next. انت عايز local ولا network؟ اقول له لا network. كل ده شفناه، كل ده بيوصف لي على printer مين؟ printer متوصل عند صاحبي. تمام، browse for printer، connect for printer. انا اسف انا غلطت. تمام، هختار من هنا local printer، مش هختار network printer، واقول له next. هيقول لي متوصلة ازاي؟ اقول له على فكرة دي مش متوصلة عندي هنا، دي متوصلة من خلال مين؟ اللي هو حاجة احنا بنسميها TCP/IP. فهسيب الحتة دي خالص واخش على مين؟ على Create New Port، واختار من هنا Standard TCP/IP Port واقول له Next. يبقى انا بدأتها بلوكال، عشان انا اسف اللخبطة، انا مخي فصل خلاص. بدأتها هنا هو بلوكال وقلت له Next، وبعد كده هنا هو اخترت ايه؟ create new port، واخترت ان هي TCP/IP port واقول له next. قبل ما تبدا كده اهو تتاكد ان الجهاز شغال وان الشبكه شغاله، متاكد. البرينتر اللي موجوده عندي دي اكتب لي اسمها او الاي بي ادرس بتاعها. الاي بي ادرس بتاعها 192.168.60.20، واقول له next. طيب سيب دي زي ما هي، ما لم الدوكيومنتيشن يقول لك غيرها، واقول له next. تمام، واقول له هنا finish. يبقى انا كده اديته المواصفات بتاعت البرينتر اللي موجوده عندي. تمام، اللي هي الاي بي بتاعها، اقول له finish. تظهر لي شاشه جديده، انت اديتني الاي بي بتاع البرينتر دي، بس هي البرينتر دي نوعها ايه؟ تمام، ساعتها هقول له مثلا البرينتر دي مثلا نوعها فوجيتسو. تمام، واختار الايه الموديل بتاعها. لو ما لقيتش الموديل ولا البرينتر من هنا، اقدر اقول له ايه هاف ا ديسك اللي موجود عندي، فاقول له البرينتر دي مثلا اسمها كذا واقول له نيكست. Do you want to use this printer as a default printer؟ عدوها بس دقيقة واشرحها لكم. هقول له نو نكست. Do you want to test page؟ هقول له نو. انت كده خلصت، وانت كده دلوقتي عندك القدرة ان حضرتك تطبع على هذه الطابعة. يبقى انت دخلت add printers local، بعد كده اخترت ان انت ايه عايز نيو بورت، واخترت TCP/IP بورت. راجع الكلام مره ثانيه بدل ما انا اشرحه. يبقى انت كده قادر من جهازك ان انت تطبع على النتورك برينتر اللي هي فيها كارت نتورك، واللي ما هي مالهاش علاقه باي سيرفر موجود عندنا. فاذا انا كده عرفت ايه الطبعه بتاعتي اللي هي النتورك برينتر. التعريفات والحاجات ديت كلها طبعا انا ايه يعني مش المفروض ان احنا نشرحها، بس انا ايه ما ينفعش انت ما تتعلمهاش، يعني سواء جايه في الامتحان ولا مش جايه في الامتحان، موجوده في كتاب مش موجوده في كتاب، ده موجود في العملي اللي انت هتقابله ان شاء الله في حياتك.
طيب configuring a printer.